هنا هو بيسألني في حاجتين. أولاً عندي كلمة work ده subject، وعندي كلمة is ده الفيرب. حلوة دي؟ حلوة دي. يلا حلو، مش هدب نفك، قول لي جابه ارزع بي بي به اللي هي دي، بي ولا دي دال اللي هي دي لا بي. بي انا اخر واحده دي انا دي يا مستر. انت تاخد دي ان شاء وهو الله. ياخد دي، ايوه ناخد طيب بيه، وانت تاخد بي. اخد بي طيب بدي. طيب هل ينفع، هل ينفع ذات اللي هي ريليتيف كلوز لما تيجي في النص يتحط قبلها كومه وبعديها كومه؟ هل هي بتيجي بالمنظر ده ذات؟ لا، ذات ما بيجيش قبلها كومه وبعديها كومه، ممنوع. ذات هي عامله زي ويتش كده، بس الفرق بين ذات وبين ويتش ان ذات ما بتجيش بكومه زياده. اوكي، عارف لو كان قال لي ويتش كنت اقول حط قبلها كومه وبعديها كومه زي هنا كده اهي، فين اهي ويتش كنترول، ويتش جت قبلها كومه وطبعا هنا هنحط بعديها كومه، صح؟ ذات زي ويتش بالظبط بس بتبقى من غير كومز. متفقين على دي؟ يبقى الانسر ايه نوت يا اولاد؟ بي فعلا ادي ورك that is easily understood and appreciated. الورك ده is supported، بيتم دعمه. حلوة دي؟ لوز هي كده ذات لما تيجي في النص as a relative clause. اشطط، اوعى تغلط تاني. يلا ايه اللي بعد؟ مستر هو احنا قلنا ليه ما ينفعش دي؟ علشان ذات يا حبيبي لما بتيجي relative clause في نص الكلام ما بيجيش قبلها كومة وبعديها كومة، ولا قبلها داش وبعديها داش. هي ذات كده، ده طبيعتها. لكن ويتش ممكن، ممكن قبلها داش وبعديها داش، ممكن قبلها كومه وبعديها كومه عادي. خلاص وزيست في بعض الحالات برضه يا مستر عادي ايوه صح؟ بص يا مستر، هو انا فهمتها ان هو المفروض الداش والداش كان الجمله نون اسينشال مثلا، مش انها فورك از سبورتد وايل. ما هو ده ما ينفعش مع ده. ما انا فاهمك، ما انا عارف، ما هي الاثنين كومه برضو كانها نون اسينشال، ما عنديش مشكله، بس ده ما ينفعش مع ده. شفت قلت المعلومه كم مره؟ قلت ينفع مع ويتش، ما ينفعش مع ذات. خلاص لازم تعرف ده وتطمن من ناحية ده. نعم حبيبي، ما دي كنت برضه عندي حاجة صح، ليه احنا ازاي وصلنا ورك الايز؟ عادي خالص. ما توصل work is work that is easily understood and appreciated is، ايه المشكلة؟ من غير تو كوماز، من غير تو داشز، عادي خالص. هي يا جماعة كده دي رول، ازاي انتوا مش عارفينها؟ هي حبايبي ذات لما تيجي a positive، sorry لما تيجي relative pronoun relative clause في النص ما بتاخدش commas. هي كده، لو انت مش عارف المعلومه دي اعرفها اديك عرفتها اهو. لكن لا بتاخد two commas ولا بتاخد two dashes، ده ايه؟ that لما بت act as relative clause. لكن لو قلنا which خد الاثنين comma، لو قلنا who خد الاثنين comma، that لا، الموضوع انتهى. قولي يا حبيبتي هي الكومة اللي في الإجابة بتاعت بيل في الآخر دي بتاعت إيه؟ اللي هي فين دي؟ لا اللي في إجابة بي، اللي في إجابة بي دي. طب مين يقول لي يا أولاد الكومة دي بتاعت إيه؟ ها سيبت بتاعت وايل اتكلمنا فيها كتير، بتاعت وايل. طب ليه وايل هنا وايل هتيجي قبلها كومة؟ عشان بتكسب ترانزيشن جنيه، بين لا عشان إيه؟ ترانزيشن كامل لا نون اسينشال، لا بتشرح لا، عشان فريز. اوبا لا يا جماعه، قلنا وايل ليها حاجتين، ليها حالتين، مره عشان بكومه. سبوردينيت، يعني ايه سب اوردينيت؟ بتاكت از ايه؟ هي مش بتبقى مرة مش كام عارفة عشان بتأكد از ايه، بس هي يعني ترانزيشن subordinate conjunction، لازم تبقى يعني فريز بعديه كومة، او الفريز يكون قبليه كومة. مش فيش ورك فريز. اللي هي لو بتتكلم عن تايم، وفي واحدة ايوه كمان اللي هي ايه بقى كمان بقى؟ انا مش فاكراها، بس ما هي هي دي لو مصيبة، اللي هي ما هي دي كأنها مصيبة. بوت. اكشنز شغالين مع بعض. بط ايوه، لو هنا وايل بتاكت از بط، لو بتعمل كونتراست يبقى وايل هنحط قبلها ايه يا ولاد؟ كوما. كوما المعلومة دي لازم تبقى موجودة في دماغك لأنها هي جت في سؤال.
انت ممكن يا حبيبي لما تشوف الكومة اللي جايه مع وايل دي، ممكن انت من جواك ترفض الاجابه عشان وايل قبليها كومة، بس لازم يبقى معاك المعلومه دي ان وايل بيتحط قبليها كومة لما يبقى فيه كونتراست ما بين السنتنس الاولى والسنتنس الثانيه. تعالى ناخد التو رولز بتوع وايل، خليهم معاك، انا لما بقول لك المعلومه ما بقولها لكش اوانطه. تعالى بص كده يا فندم، فين بقى النوتس؟ والنبي اكتب معايا. وايل ليها عندي حاجتين، ايه هما يا بيه؟ وايل لما هو طبعا بيجي قبلها سبجكت وفيرب وبيجي بعدها سبجكت وفيرب. لما وايل يا اولاد بتيجي كده من غير كومه، ده معناها ان انا بقول ان في حاجه بتحصل وايل اثناء حاجه تانيه بتحصل. فهنا وايل بتعمل تايمينج ان الاثنين دول بيحصلوا في نفس الوقت. زي مثلا لما اقول لك I was watching TV while I was studying English، يبقى انا هنا هدفي من while ان انا اقول لك ان الاثنين حصلوا at the same time. اوكي؟ طيب لما اجي انا بقى هنا يا فندم احط لك while قبليها كومه، لا هنا قبليها كومه، يبقى انت عايز while اللي بمعنى but. يبقى كده انت بتعمل contrast ما بين السنتنس الاولى تمام والسنتنس الثانيه. زي مثلا اقول ساره got a high score while علي got low score، يبقى هنا while بتاكت از ايه؟ از but. بس لو جه قبلها ايه؟ لو جه قبلها كومه. قشطه؟ قشطه. هو ده اللي حصل يا فندم هنا هو في السؤال. ولو ان الموضوع عندنا يعني ما كانش موضوع ايه؟ while قوي يعني. تمام؟ اهو. بيقول لك ايه؟ Work that is easily understood and appreciated is a is supported while لكن more complex work goes a unnoticed. محدش بيخلي بيركز معاه، فهنا في contrast. اشطط لوز، عشان كده while كان قبليها كوما. وجه السؤال ده في امتحان الاي اس تي بتاع مرتين ثلاثه، ان هو بيسالك while قبليها كوما ولا لا، فركز في النقطه دي.